يتراءى لك هذا المشهد وهو غير مفهوم، مبنى صغير فوقه خيمة. هذه الخيمة هي مسرح لفرقة طريق الخبز، وعند الدخول إليها ترى مسرح الحالمين يعتليه عبد الرزاق برفقة 11 طفلا من الممثلين يجسدون أدوارا مختلفة. المسرح مثل الصديق لأنه منمثل فيه فرحنا فيه، منمثل عليه منحس بالثقة. الناس وقت شافونا في منا تلبكوا، بس وقت طلع المسرح بطل يتلبك ويشجع. استطاعت خديجة تجسيد العديد من الأدوار في فقرات المسرحية المختلفة، ولم يكن غائبا عنها أن ترسم في وجهها تعابير تناسب كل دور قامت بأدائه. كان دوري الألب، كان في اثنين عم بسوسونا بإذنا مشان يفرقنا من بعض، بس احنا ما تفرقنا وتمينا عم نقاوم. وبعده لما خلصنا عملنا الألب. الشعب يريد هي عنوان هذه المسرحية، وهي واحدة من المسرحيات الأخرى التي أخرجها سلمان الفلسطيني الأصل برفقة زملائه، منها مسرحية حفلة عربية من أجل الحرية ومسرحية دكاكين حلب. وتنقل الرجل بهذه العروض من أحياء حلب الشرقية إلى مناطق ريف حلب. فرقة طريق الخبز تأسست 2014 بمدينة حلب، سميناها طريق الخبز لأنه ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان. إحنا في صورة متاخذة عن شعبنا، ولو أنه في حالة من الاحتياج الإغاثة والمعونات والمساعدات، لا نحن بحاجة لأكثر من هيك بكثير. نحن هدفنا الرئيسي هو الحرية. الشعب يريد هي أعظم عبارة قالت من 2011 بكل المنطقة العربية اللي شهدت ثورات. الشعب يريد، شو بريد وإسا بده اللي بريده، ويا ترى نقدر نوصل للي بنريده نحن كشعب. تمتلئ جدران الخيمة برسومات وكتابات خطها أطفال الفرقة، منها ما يعكس انطباعهم وطموحاتهم، ومنها تحاكي واقع سوريا. وتستعد الفرقة لتنفيذ عروض مسرحية أخرى في مناطق ريف حلب ضمن الإمكانيات المتواضعة التي يمتلكونها منها.